مسألة غلاء المهور. الآن في بعض مجتمعاتنا تحولت مسألة غلاء المهور إلى عادة، بحيث أنه حتى كثير من الفقراء يجعلون المهور عالية وغالية. طبعا المهر الغالي فيه مفاسد كثيرة، من جملة تلك المفاسد تقليل الزواج، لأنه كثير من الشباب لا يمتلكون المال الكافي لكي يدفعوا المهور الغالية، ويؤدي ذلك قلة الزواج إلى كثرة العنوسة، ويؤدي ذلك إلى انتشار الفساد. ولذا الرسول صلى الله عليه وآله يؤكد على استحباب قلة المهور. في حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: خير نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. يعني كلما كان المهر أقل فهذه المرأة أفضل. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ابنته فاطمة سلام الله عليها من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بمهر هو 500 درهم من الفضة، ما يعادل 262.5 مثقال من الفضة، 262.5 مثقال من المثاقيل الصيرفية المتعارفة عند الصياغ جعله مهرا لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. وفي بعض الأحاديث أن مهر زواجات رسول الله صلى الله عليه وآله كان هذا المهر، وكذلك في بعض الأحاديث والروايات أن جميع الأئمة عليهم الصلاة والسلام وزوجوا بهذا المهر، ولذا عبر عنه بمهر السنة، يعني جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا المهر. في بعض المجتمعات هناك مسألة الغلاء في المهور. هذا الغلاء في المهور بالمآل يؤدي إلى مفاسد كثيرة، فهي عادة سيئة ينبغي إصلاح وضع المجتمع عبر إفهامهم وإقناعهم بأن زيادة المهر لا يجلب السعادة إلى المرأة، وإنما الشيء الذي يجلب السعادة إلى الحياة الزوجية إنما هو الدين، يعني أن يتعامل الزوجان بالدين، أن يؤدي كل واحد منهما حق الآخر، الحقوق الشرعية والأخلاق، هذان ركنان للحياة السعيدة. إذا تم إصلاح الأمر في المجتمع بالموعظة الحسنة فحينئذ يمكن التخلي عن هذه العادة السيئة.